خو السلام عليكم، رجعتكم باش نعاودكم الجزء الثاني ديال تركيا. ارو انت ولي على الجزء الثاني، كملنا كل شيء كاين، واليوم ما جيت باش نكملكم القصه. وبقاو معنا خوتي، دعيو معنا خوتي، اخر سطر نعيدهم ان شاء الله. اليوم خارجين وكاملين بكم، كنبغيكم اخوتي، الله يحفظكم ليلي. دعيو معنا خوتي، عرفتي على الشيوه. المهم الخوت، خرجنا شبرنا الطريق من ايديرنا، وديك النهار اللي قلنا غنحرقوا فيه. وقلت لكم انا كنت تعرفت على واحد العائله، فقلت لها يعني انا غنحرق، وتينا يعني اعتقد حالك من المغرب، فقلت لها تينا ما غتحرقش معنا، تينا غتمشي في حالك. في الاخر صدمتني هي، قالت لي لا انا ما غنمشيش، انا ماشي معاكم. قلت لها لا، دخلت لي الشكوك، حيتاش في ديك الغابه راه بزاف، راه كاين مافيات، كاين بزاف ديال الحاجات، يعني انا ما نقدرش تمشي معايا هي. عييت كنقنعها بلي داكشي خطر، بلي داكشي اللي ماشي له حنايا، راه ما عارفينش شنو الاخر ديالو. وهي راسها مغنان، قالت لك غتمشي معانا. صافي لبست لها الحوايج ديالي، يعني التندر وهذاك، باش ما تبقاش معروفه بلي عايله. لبست لها بزاف ديال الحوايج، الدراري كتوجد، توفيق اسامه معنا واحد كازاوي. صافي وجدنا، لبسنا علينا اللباس، في الليل قلنا غنخرجوا. وجا ديك الليل وحنايا في واحد الاوتيل في ايديرنا، رجعت كنقص بزاف من هنا لهنا لهنا، دابا باغي نجلس ما غنتحركش. المهم قلنا غنخرجوا، وجا الليل وكاملين مستعدين، هضرنا مع الوالدين ديالنا، كل واحد عيط لوالديه وهضر معاه. صافي امنا عند من غنخليو الباسبور، هودنا عند الريسبسيون ديك الاوتيل اللي في ايديرنا، قلنا له غنخليو عندك الحوايج ديالنا، باسابورتيس. قلنا صافي، لا عطيناه باسابورتيس، حشيناهم في ماليطا مع الحوايج باش ما يشوفوهمش حتى كيسرقوها، وخليناهم تما. ونزلنا السيكل عنده وشبرنا الطريق، شبرنا الطريق وحنا ما عارفينش شنو كيتسنانا. مع الخرجه ديال الباب حنايا كاملين بقبوبه، كاملين شرينا ماسك دا ماسك دا فحال المافيات، كامل مغطي الوجه. هايدا خرجنا، هايدا شبرنا الطريق، انا واسامه وتوفيق وهناء وحكا الزاوي. خرجنا هايدا، هادو في الوجه ديالنا، وخرجنا خرجنا حنا لابسين هادشي هذا في منطقة حدودية. خرجنا والليل والدنيا كتصفر، وأول حاجة غتصادفنا هي سطافيكا، هي البوليس ديال عرفتو ديك المنظر ملي خلي خرجنا في سطافيكا وحنا هيدا كاملين ملي تسلمين، عطيناها بواحد الجرية أو دابا نقول لكم واحد الجرية عالمية. بقاو كيدخلو مورانا بالزنايق، وحتى العائلة اللي كانت معايا كاطير كتجري، ما جابليش الله هيداك. وعندنا السيكان سخانين، فيهم ماكلة، فيهم داكشي اللي غنديو، يعني غناخدو الرحلة. صافي وجرينا، وسطافيكا ما عرفتش حتى كيفاش دخلنا، وتفكينا من ديك سطافيك. كملنا الطريق ودخلنا واحد الغابة، ما عارفينش واش غنخرجوا منها حيين أو لا ميتين، حيتاش الأغلبية وكان في ديك الوقت كان الثلج والبرد، النص ديالهم كيخرج ميت، ولا ما خرجتش ميت بالبرد وبهذاك، كاين مافيا ديال الأكراد غيتعداو عليك أولا غيقتلوك. ولا تفكيتي من هادو كاملين مشيو ما قصي، يا اما غطيح في البوليس ديال الناتو ديال اليونانيين، او غطيح في العسكر ديال تركيا. المهم المهم بزاف ديال الحاجات، بزاف ديال الحاجات، وديك الغابه راه بلا ما نقول لكم. المهم شبرنا الطريق ومشينا، وواحد بالواحد وحنا مع بعضيتنا ماشي، بقينا ماشي تلاقينا مع واحد جوج كازاو، قال لكم اللي عارفين الطريق وهما اللي غيكملوا بينا، حيت حنا صابرين بالجي بي اس بالتليفون. وبقينا ماشيين معاهم، تخشينا مع بعضيتنا، رجعنا سبعة ولا ثمانية ديال الأشخاص. بقينا ماشيين في ديك الغابة، وكندخلوا دار بدار، باقي ما دخلناش الغابة، باقي كنمشيو على الديور ديال الأكراد، وكنخافوا أن الأكراد هما واحد المافيا اللي كتعدى على الحراقة بصفة. المهم بقينا كنمشيو على الديور ديالهم، كنضربوا على الديور ديالهم باش ما خرجوش فيهم، حيت هما مترشين في الطريق كيتسناو الحراقة تجي باش يقتلوهم ويديو لهم ديالهم قبل ما يوصلوا الحلم ديالي. المهم بقينا ماشيين، انا العائلة صافره فيا خوفانة، بدات كتشوف شي حاجات العجب. الدراري معايا اسامة، معايا صاحبي توفيق، معايا المهم ماشيين مع بعضيتنا، وحنا باقي ماشيين وحنا نشوفوا واحد الطنوبير شعلت الضوء وعدرنا عنا، عدرنا عنا، عرفناهم اكراد، عرفناهم مافيا. جرينا وتخبعنا تحت واحد الرموك، والحمد لله عاود مشاو ما شافوناش. نوضنا كملنا المشي ديالنا، بقينا ماشيين كندخلوا على واحد الغابه زعما الخوت كتصفر، واحد الخلعه
زعما لي بزاف لي بنادم خصو يكون عنده قلب حجر باش تمشي في ديك هذيك لاف. المهم بقينا ماشيين حتى والجي بي اس كيعطينا فين غنمشيو كيفاش غنمشيو على اليمين على الشمال وحنا تابعين ديك الراجل اللي شاف الجي بي اس. بدينا كندخلوا للغابه بدا كيكثر الخوف بدا بزاف ديال الحاجات. اول حاجه اللي جبنا معاهم مشكل هما الجره ديال الاكراد. الجره ديال الاكراد اللي بقاو كينبحوا عليك كيعطيو انتباه للمافيا ان كاين شي واحد جايز باش هما كيجيو بالسلاح كيجيو كيتعداو عليك ديال بصح. غيو شي سكتو ديك الجره ينبح وفي واحد الساعه خلعنا بحال اللي بغى يهجم. الدراري ترونا شي بغى يهرب من هنا شي يهرب من هنا بس زادو هما جعرو. حنا انا بقيت بعدا انا بقيت واقف العائله كتبغي تهرب كنصبر زعما كنقول غير بقى واقفه حتى ما مع الناس كيفاش نعملوا فهمتي حنا في الغابه وكذا يعني خصنا شويه الصبر. الدراري بغات تخبع كذا قلت لهم غوقفوا له بقاو ماشيين ما ديوهاش فيه بحال اللي ما كاينش. وتبارك الله ديك الجروف شي 3 متر ولا مزعبط ماشي شي انكليت ديالنا ديال الزنقه الجروسه ما عرفتش شنو كيوكلو. المهم بقينا ماشيين هيداك ووصلنا حتى ديك الغابه وعلينا وصلنا ديك الحدود ديال الشباك ديال اللي كيقطع بين تركيا واليونان. وصلنا الشباك اللي بين الحدود ديال تركيا واليونان اللي خصنا ننقزوه اللي كنت كنشوفو غير في اليوتيوب. جلسنا فواحد شجره رجعنا السوف ديالنا حتى شي جوج ساعات تمشي ولا 3 ساعات وحنا ماشيين في الغابه باش دخلنا للغابه باش وصلنا لديك الشباك. نزلنا جلسنا نزلنا اللعيبات ديالنا اللي غناكلو شي باش نرجعو انا جبت الشوكولات كل واحد شنو جبت صافي. حنا باقي جالسين في ديك الغابه كنتسناو يطلع يعني الفجيرة ولا ديك مع 5 الصباح كانت 3 الليل كنتسناو شي جوج ساعات نجلسو نرتاحو وكذا ونضربو الشباك. فديك الجرو اللي كان كاين غوت علينا وعملنا الروينه تبعنا حتى ديك الشجره بقى ما فهمتش حتى كيفاش جا تبعنا حتى ديك الشجره بقى ينبح. قلنا هاد الجرو هذا هو اللي غيحرقنا غندخلو دابا غنقزو هاد الشباك. هزينا موالط هزينا اللعبه ديالنا وتوكلنا على الله وهزينا السيكان ديالنا ودينا داخلين ديك الحدود. بقينا داخلين وكنقزو هادي ونقزو هادي باش وصلنا لديك الشباك. كيبان لك داك الشباك لا نقصه غيبدا الحلم الجديد انك تدخل لاوروبا انك تحقق الحلم ديالك. فوق كيبان لي ديك الشباك واخا عالي فيه السلوكه وكذا كنقول غنقزوه ما عندناش شي حل اخر. غنقزوه كنقولوا شبرنا بدينا داخلين وصلنا حتى للنص ديال الطريق فبانت لنا واحد الطوموبيل طفات الضو مع الغابه سلاس ما كانتش كتبان الطوموبيل واخا شعل على الضو حق مي طفات الضو بانت شي حاجه طفات الضو ليه. قلنا عرفتي شنو كاين غنعسو على كرشنا غنتمدو هيدا حتى تمشي ديك الطوموبيل وغنمشي وغنضربو الشباك. وهاد الغلط هذا هو اللي عملنا انهم كانوا عارفين اننا جينا ومخبعين منه فنحسنا كاملين على هيدا على كرشنا. العائله هنايا اسامه توفيق ديك كازاوي ديك جو كازاوا وتكينا. فاحنا باقي متكيين كنشوفوا واحد الضو كيتضرب ها كيبغي يشوفوا شكون كاين في الغابه. الضو كيدوز على ما كياديناش حتى حنا ناعسين هيدا نعسه ديال الميت وديك الضو كيدوز من حدانا ما شافوش عياو كيضربو هما عارفين مأكدين يمكن عندهم شي لعبه ديال الحراره كيعرفوا بلي كاين شي واحد تما ولكن ما بان لهمش فشنو غيعملوا. وهذه الحاجه اللي بزاف انهم طلقوا علينا الجره كيشمشموا ومجين وانا حاني الراس كنعلي الراس كنشوف الجرو كيشمشم ومجين قول اش هذا وانا حدايا العائله كنقول واش غنهرب ولا شنو غنعمل وباغي نبان شجاع صح ما باغيش نهرب. وهيداكم وكي والدراري حداه والدراري عارفهم كيخافوا من الجره وتا وصل الجره وراه يخليوني انا وانا خصني نبان حد الدريات ما عارفين. المهم الجرو بقى مجي يشمشم في الارض وانا الاولى انا اللي مقدم عمل هيدا الجرو كيشمشم وهو وصل حدانا وكنقول لهم الدراري تاهم يجري هو وصل حدانا بحال اللي قلت لهم جري ناضو جراو انا نوض سعيدك انا بماليطه كنت ناعس الدراري كاملين جراو بماليطه انا رخيت ماليطه وجريت ديك الجرو ما غيتبع غير العائله
وهي كتغوت وهو حتى كيها مكبط عرفتي عطا مكبط حنا كنجريو وهذوك هي جاريه وهو صبره وكيدور بها وهي كتغوت كتقول ياسين 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 شنو غيعمل لك ياسين بيدو مسكينها غجري انا جريت الخوت ما عقلت على حتى شي واحد نسيت بلي جات معي العائله حيت اصلا ديك ديك الجره راه ما معاهمش اللعب المهم جريت وهيداك هي بالجرو ديالها جات تن عنا المهم الجرو شنو الهدف ديالهم الهدف ديالهم كيطلقوهم انهم يشمشموا وانهم ينبحوا عليك وانهم يدوروك ما كيعطوش انهم كيدوروا عليك حتى كيجيو هما ويشبروك يعني انت كتوقف حتى كيشبروك المهم حنا جرينا كاين واحد الغار بحال هيدا في الغابه تخبعنا فيه هبطنا فيه هبطنا فيه هي جات بقات معانا رجعت التنفس انا صافي الخص قد ديالي بغى يخرج قلت نتوفيق عطيني المليطه اللي عندك انا المليطه ديالي سمعت فيها اللي فيها الماكله فيها الاورو فيها علين 6000 درهم فيها 600 الاورو سمعت فيها في الغابه وجريت عند الدراري الدراري كاملين موارد ديالو بالله انا اللي سمعت فيها علاش ما قدرتش نجري بمليطه ثقيله فبقينا تما في ديك الغار حتى قلنا قلنا صافي ما يكونوا قالوا هادو هربوا وهاديك عاود الغلطه اللي سبتنا في بزاف د الحاجات جلسنا تما وقلت نتوفيق اعطيني الشوكولاته هو في مليطه اعطيني الشوكولاته كرجع بها الروح كرجع بها الروح فاحنا باقي هيداك جالسين وهاديك الجرو غيتسيب علينا ديك الغار غيتسيب علينا غيرولنا انا طلعت هيداك طلعت بيدي كامل دم الصبعين كامل دم العيله هزا واحد ديك كازاوي وهذاك طلعوها وديك الجرو كيبغي كيدور علينا كيبغي ينبح هكذا حنا هذيك الخلعه حنا ما عارفينش واش غيعاطى ولا هذاك الشبانه طلعنا كاملين من الغار وجرينا جرينا جبنا الله صافي غنبقاو جارين تنخرجوا من ديك الغار حنا باقي جارين حتى كنسمعوا ستوب ستوب والديوان هيدا معليل ما كيبان حتى شي حاجه ما فهمنا حتى شي حاجه حتى كنسمعت الشرجه ديك الكلاطه وبناءه ياخرين كيدورنا بنادم ملتم ديك الساعه كنسمع ستوب ستوب والسلاح كيتشارجا وهذا كنقول لهم قلت لهم وقفوا وقفوا المهم خلطوا 6 من التمين في دم كرايض وهو يعطيها بالقبطان الطهر عطاها صاحبي عطاها لي انا قال لي كنعاس على هكذا نعاس وستوب وكشني كيقول ستوب ستوب هيدا عاملين السلاح على هيدا هذاك ستوب حنا بقينا ناعسين على كرشنا وواحد جاب الضو كيضوي علينا يعني كيضوي على الوجوه ديالنا انا كنقول للعائله اللي معايا كنقول لها موت موت عمر راسك زعما سخفانه فهمتيني باش انتما كتشوفوا العائله كيتعاملوا حتى حنا طحنا في التباركه باقي حنا في الحدود ديال تركيا ما تبعناش فين فهما بقاو كيدوروا بالديوان كذا كيعملوا على وجهي على وجه اسامه على وجه كازاوا هما يوصلوا للعائله وهي من تما فهمتيني قالنا زولوا ديك داكشي زولنا حنايا هيدا خدنا من الوجهنا هي زولنا لها هي عملت راسها سخفانه حتى هي بوحاطيه حتى هي اللي من هنا اللي كنت كتشوف فيديو المهم عملت راسها هيدا كتموت وهي بصح عند الرابوس ديالي نساتو عندي في ماليطه وانا ديك ماليطه سيبتها في الغابه كيما قلت لكم المهم جاو اختفوا قال لي شكون هادي قلت لهم هابل اختي كتموت الرابوس ما عرفتي حتى باش كيفاش نهضر معاهم كيقول لي شنو كنقول له رابوس شنطه غابة كان سيار عليهم والسيد ما فاهمش اساس ملي كنقول المهم شبروها هزو هيدا جابوا لها الماء حنا يشبرينا جاوا قال لي اش عندها قلت له الرابوز بقيت كنعتهم زعما على مالي تغطوا الشنطه هو يقول لي نوض نوض عمل لي الصلاح على راسي هيدا قال لي عمل هيدا عملت هيدا قال لي زيد بوبري قال لي يلا نفتحوا على ديك الشنطه اللي في مالي المهم بقاو الدراري مشبرين مشينا انا والعائله باش نفتحوا على ديك الشنطه هي مزيانه هي شنو فيها فعال وصافي بقينا كنفتشوا على ديك الماليطه في الغابه بقينا كنفتشوا على الماليطه في الغابه وانا عارف الموطع ديالها فين خليتها وانا كندور ديك العسكر بغيت نتمشى معاهم هو ماشي بيا بسلاح وانا هيدا وكنفتشوا على ديك الشنطه كنت كندورهم كنديهم هيدا وهي الماليطه الليهن حتى شافها واحد العسكر كان كيضوي وشاف ديك الماليطه وهزها وقال لي ها هي شنطه جابها فتحوا لها عطاوها الرابوس عدلت الرابوس انا على بالي شنو على بالي غيخليونا نمشيو يعني ما عرفتش في يعني صافي شبرونا غيقولنا زعما نمشيو بحالكم
فانا عطاني ماليطا وكذا هو يقول لي بالسلاح زيد هيد بقيت مسطره لي فهمتيني. المهم هما ماشيين بيا مسحابي الدراري صحابي باقي نتسلم ملي جيت واحد المنظر عمر تنساني الدراري على الركبه هيدا والواد موراهم ومستتفين عليهم بالسلوحه هيدا كل واحد بالسلاح على ستابيهم ومراهم الواد. هاد اللقطه كنت شفتها في الرامبو كيخليه كتجي في الراس كيتحني الواد كنقول اوه اش هذا واش شي فيلم ولا يعني داكشي بزاف اللي شفت هادشي شويه من اللي شفت. فعنونا صف كل واحد داي كل واحد صف الا انا زعما مع انا قلت لهم اختي قال لي شب الله في يده عاملين لنا السلاحه على راسنا بجوج بينا وعاملين كل واحد منا السلاح من هنا من هنا يعني شدوا لنا هيدا وحنا في الوسط وبقاو ماشيين بينا بقاو ماشيين بينا ماشيين بينا واللي ماشيين بينا وكتشوف ديك الشباك يعني هذاك يعني ما قطعتيش تنقز له كيبان لك تهرب وتنقز وواحد شي ما كيتنساش قسما بالله انت ما كرهتيش انك تهرب له وتنقز وتزيد تكمل الحلم ديالك ولكن مكتاب علينا ديك الشيء وبقاو ماشيين بينا. هاد المشي اللي غنمشيو بينا غندوز اكفس حاجه في حياتي عمري طلعت من الحبس عمري المهم بزاف د الحاجات غنخلي الفيديو هنا وتسناو الجزء الثالث غنعملو فيه الجزء الثالث واذا وصل هاد الفيديو هذا وتبارطاجو بزاف د الحاجات ما غنتعطلش عليكم في الجزء الثالث وشكرا.